ابنتي ترقص. بدي مسدسين. أنا جاي أشوفك. إذا بدك تتجوزني وبالحلال بتجيب جاهة وتطلبني من أبي. يعني المفيد ما بدك تحن علي وتجوزني المحروسة بنتك هلا يا عمي أبو سامي؟ يعني هيك بدك تتركيني طول نهاري لوحدي بالبيت؟ لا يمكن فرط فيكي بكل دمي وبكل حياتي وبكل روحي. بنت عمي هلا. نو يس وات. بس داخل على بيتي وبدك تدنسا. أعوذ بالله عمي أبو سامر أنت شو عم تحكي؟ بدك يعني اشتغل جرسونة بمطعم رايحة جاي؟ لكن بيروح على زهرك دارك بيتك. امسك ورتك وهديتك ولا تورجيني خلقتك. أنا عم بسألك عن غلاصته وعن سألته. أنا كنت بدي اهدي الصباح بس بطل اهدي الصباح. قوم روح اكتب الشيك وخلينا نبلش ابداع الصبابيك. الا ما اجيب لكم مشروع يسر لكم وخاطركم ويجيكم منه وادي. تضرب انت ومشاريعك. يا جرت الوادي. لك يا سلام يا ابو سمره شو هذا ابن اخي فؤاد حكاني اثار بالمشي. بس شو اللي بيثبت لك انه هذا ابن اخوك؟ انا فؤاد فواز بيشهمه ولهمه. لك عيونك السنة خلتني انا اطيعي. وزعتني عن جد بتحبني ورايدني تسمع لي. بس بابي وساني انه انت لالي جاي من البريه وبدي ياخذ اوليه. انا عم اقول لحالي انه تتشعرفوا بزلتي لتشتغلي باحلى دور عرض ازياء. احمل حالك وطلع. عم اقول لك اطلع. يا بابا هذا سوق المعترين. عمي ابو سامر الخبز بهالبيت ما الي انا. دقيقه هذا شو لذيذ انت يا جار. ولك انا بحلم ولا بحلم؟